طبعا مهرجان العالمين ده حاجه يعني مشرفه جدا لمصر، واحنا ما كناش نحلم اصلا ان مصر يكون فيها حاجه زي دي. مصر يعني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل حاجات ان هي بتنافس دبي، يعني بجد حاجه جميله جدا. يعني الناس مبسوطه قوي وكلنا مبسوطين طبعا باللي بيحصل في مصر. متنظم حلو قوي بصراحه، من اول يوم متنظم حلو جدا، وفي اكتيفيتيز معموله حلو قوي في العالمين عموما كلها، من اول البحر لحد البارتي بالليل. بصراحه الحفلات تحفه، والتنظيم جميل جدا، والدنيا من يوم 14/7 عالميه، يعني تحفه صراحه. جميل جدا، متنظم جدا، الناس حلوه قوي، الكرو كله جميل، الناس يعني العالمين كلها منوره بالمهرجان، وحاجه جميله جدا وفخر كبير لمصر كلها. حفلة جميلة والتنظيم رائع والناس كلها مبسوطة وانتوا تعبانين معانا جدا صراحة. الحفلة رائعة والدخول سهل، عادة الحفلات دي بتبقى زحمة قوي والدخول بقى صعب، بس كل حاجة منظمة والتشيكس والتشيكس بوينت كتير، وكل واحد بيخش على مكانه، وبصراحة التنظيم هايل. عجبني قوي ان حفلة بابليك بالعدد ده منظمة بالشكل ده. الصبح جينا الدنيا تمام، دخلنا بتنظيم كويس، كل واحد بدوره، يعني كويسين، مستنيين بقى تامر يجي. تحفة، وأول مرة يعني أحضر حفلة بالتنظيم دوا، وكانوا بسرعة قوي إن هم يدخلونا، ومهتمين قوي بدقة التفاصيل، فتحفة والأجواء تحفة ما شاء الله. الحفلة متنظمة سهلة جدا، إن احنا نقدر ندخل بسهولة جدا بصراحة يعني، والتنظيم الستيج كل في اي بي متقسم، والستيج متقسمه كويس قوي، حلو قوي. لا التنظيم عجبني جدا، بالرغم من الزحمه دي كلها الدخول سلس والدنيا رايقه وفاضيه. لا هايل، الحفله حلوه والتنظيم حلو وكل حاجه، ودخلنا ما كانش بسرعه، ما كانش فيه مشاكل اي حاجه. حفله جميله جدا، التنظيم حلو قوي، من بدايه الدخول من الباركينج حتى من بره لغايه الدخول، الموضوع كان حلو جدا، حتى البوابات كانت سهله جدا في الدخول ومشينا براحتنا. لا تنظيم خطير، يعني حاجه تشرف مصر وتشرف الامه العربيه كلها، يعني ما شاء الله.